فيكم طلاب ودكاترة وباشمهندسين الصف السادس ابتدائي مع الدرس الرابع ترتيب العمليات والأسس. خطوات إجراء العمليات الرياضية، أربع خطوات مهمين جدا: فك الأقواس والأسس والضرب والقسمة حسب الأول جهة اليسار. يعني حسب الأول هيجيني، لو جاتني الضرب نحسب الضرب الأول، لو جاني القسمة يبقى نحسب القسمة الأول، وبعد كده الخطوة الأخيرة اللي هي الجمع والطرح حسب الأول جهة اليسار. لو جاني جمع أجمع الأول، لو جاني طرح أطرح الأول. 4 + 5 = 3. عندي زائد وعندي في. الخطوات عندنا كان أول حاجة أقواس، تاني خطوة أسس، خطوة اللي بعديها الضرب والقسمة، خطوة اللي بعديها الجمع والطرح. قلنا حسب الأول ناحية اليسار، مفيش أقواس، في أسس مفيش أسس، وهنفهمها مع بعض الأسس. الخطوة اللي بعد كده في ضرب أو قسمة، في ضرب، أيوه تمام. يبقى نحسب الضرب الأول، بعد ما نخلص الضرب نخش على الجمع والطرح اللي هو الجمع ده. 5 × 3 دي كلها ب15، 15 تزود عليها مين؟ تزود عليها الأربعة يبقوا 19. 20 ناقص 10 على 2، عندي ناقص وعندي على. قلنا أول خطوة عندنا أقواس، تاني خطوة أسس، تالت خطوة الضرب والقسمة، بعد كده الجمع والطرح. في عندي أقواس؟ لا. في عندي أسس؟ لا. في عندي جمع أو قسمة؟ في قسمة، وبعد كده في ناقص. يبقى خلاص نحسب دياتي القسمة الأول، 10 على 2 فيها 5. ارجع احسب من الأول، 20 ناقص 5 يطلع 15. 10 + 15 = 3 في 4. عندي زائد وعندي على وعندي في. قواس مفيش، أسس لسه ما خدناهاش، الضرب والقسمة وبعد كده الزائد والناقص. أقواس مفيش، في أسس لأ، في ضرب أو قسمة. نجي في الأول، هل هنا في ضرب أو قسمة؟ جابتنا إيه؟ القسمة أهيات، وهنا في ضرب، يبقى نحسب القسمة قبل الضرب. نحسب من الأول، هنا 15 على 3، 15 على 3 فيها 5، بقيت 10 + 5 = 4. يبقى كده عندي في وعندي زائد. نحسب الفي الأول، 5 × 4 = 20، يبقى دول كده بإيه؟ 20، ونزود عليهم 10، 10 + 20 يبقوا 30. 4 + 50 = 10، نحسب الأقواس الأول اللي هي 50 ناقص 10، 50 ناقص 10 40. كده بقت سهلة، بقت 4 + 40 يبقوا 44. 100 ناقص قوس، وعملي 3 × 10 زائد 5. نحسب ايه الاقواس؟ اول حاجة اول خطوة نشطبها ونحسبها كده، 3 × 10 = 30. ودايما تلاحظ ان الاقواس لو كان فيها ضرب تعمل الضرب، لو كان فيها قسمة نعمل قسمة، على حسب الموجود جوا الاقواس تمام. يبقى 3 × 10 قلنا ب30، وهنا معايا زائد وهنا ناقص. نرجع نحسب من الاول تاني، اقول 100 ناقص 30 يبقوا كده دول ب70، ال70 هنزود عليهم الخمسة دي يبقوا 75. 5 ناقص 9 محطوطة جوا قوس، زائد 3 × 4 ومكتوبة 2 صغيرة فوق على 2. الجديدة عندنا ان المنظر ده بنقراه اسمه اس. ايه يا مستر الكلام ده؟ لما انا اكتب لك الرقم ده اقول لك 4 واكتب لك فوقها 2، يبقى ده التحت ده بنسميه اسمه اساس، والفوق ده بنكتب رقم صغير وبناخد اول حرفين من دول، ده بنسميه اس. يبقى بنقراها 4 أس 2. نفس الكلام اكتب لك اي مسألة يبقى تعرف تقراها، الرقم الصغير بنقراه تحت اسمه اساس، والرقم اللي فوق اسمه ايه؟ اسمه اس. 5 وكتبت لك كده فوقها 3، معناها 5 أس 3 نقراها كده، والتحت ده اسمه الاساس واللي فوق اسمه اس. طب ايه معنى كلمة 5 أس 3 و4 أس 2؟ معنى كده ان الاربعة دي هنمسكها نضربها في نفسها بعدد مرات الاس. يعني دي 4 كام؟ أس 2. يبقى نمسك الاربعة نضربها في نفسها مرتين. ولما اقول لك 5 أس 3 معناها همسك الخمسة اضربها في نفسها 3 مرات تمام، وتحسبهم دول في الاخر. لكن ما ينفعش تقول لي 5 أس 3 معناها 5 في 3، الكلام ده غلط. ولا 4 أس 2 معناها 4 في 2، غلط.
انا بضربها في نفسها بعدد مرات الاس. لما اقول لك واحد في واحد معناه ان الواحد امسكه في نفسه اضربه مرتين، اللي هو ايه؟ اللي هو يطلع بواحد في الاخر. طب الاتنين في اتنين اتضربت في نفسها مرتين، كتبناها اس اتنين. طب تلاتة وهنا تلاتة، تلاتة في تلاتة اكتب تلاتة واحدة، وعد اتضربت في نفسها كم مرة؟ مرتين، يبقى تلاتة اس اتنين. اربعة في اربعة انزل اربعة واحدة، وكم مرة اتضربت في نفسها؟ مرتين. خمسة في خمسة يبقى خمسة اس اتنين، ستة في ستة يبقى ستة اس اتنين، سبعة في سبعة يبقى سبعة اس اتنين، وهكذا. طب انا لما اجي اقول لك واحد اس اتنين ده معناه بواحد، طب اتنين اس اتنين دي معناها باربعة، ان بضرب الاتنين في نفسها مرتين. تلاتة اس اتنين اقعد تقول تلاتة في اتنين، لا، تلاتة اضربها في نفسها مرتين، تلاتة في تلاتة بتسعة، سامعك اللي قلت ستة انا. اربعة في اربعة اللي هي اربعة اس اتنين معناها بستاشر، والخمسة اس اتنين معناها خمسة في خمسة اللي هي بتساوي خمسة وعشرين، والستة اس اتنين معناها ستة في ستة اللي هي بستة وتلاتين، سبعة في سبعة اللي هي تسعة واربعين، تمانية في تمانية اللي هي تمانية اس اتنين دي بتساوي كام؟ اربعة وستين، تسعة في تسعة اللي هي تسعة اس اتنين دي بتساوي واحد وتمانين، عشرة في عشرة يعني عشرة اس اتنين اللي هي بمية، 11 في 11 معناها 11 اس 2 اللي هي ب 121، و 12 في 12 اللي هي معناها 12 اس 2 اللي هي هتساوي كام؟ 144. احنا قلنا اول خطوه عندنا من خطوات اللي هي ايه؟ اللي هي الاقواس. تاني خطوه الاسس اللي احنا فهمناها دلوقتي، هي دي اسمها الاسس. طيب الخطوه اللي بعد كده قلنا الضرب والقسمه والجمع والطرح. عندي اقواس يبقى نبتدي بالاقواس، 15 ناقص 9 يبقى 6. طيب الخطوه اللي بعد كده نرجع من اول المساله، نبص كده هنا في 6 وهنا زائد وهنا في وهنا اس. الخطوه الثانيه قلنا ايه؟ بعد الاقواس الاسس، يبقى نحسب الاسس الاول. 4 اس 2 اوعى تقول لي 8، غلط، ما اضربش ال 4 في 2 لسه جالها من شويه، معناها 4 اس 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 16، يبقى دي كلها ب16. نيجي احسب من اول تاني، هنا 6 وهنا زائد وهنا 3 وهنا 16 وما بينهم علامة ضرب، واخيرة هنا على 2، دي ب6، ادي الستة بره ملناش دعوة بيها، زائد 3 في 16، تعال نحسب كده، 3 في 6 ب18، 8 ومعايا الواحد، 3 في 1 ب3 ومعايا واحد يبقوا 4. كده حسبنا ده كله لقيناه ب 48 والعلى 2. نحسب مين؟ نرجع تاني من الاول، لقينا زائد هنا قسمة، نحسب القسمة الاول، 48 على 2 يطلع دي كلها ب 24، ومعاك 6 هنا، 6 زائد 24 يبقى كده الاجابة 30 اهيت. نحسب الاقواس اول حاجة، نشطب القوس ده ونحسبه، 6 ناقص 2 يبقى 4، وهنا على وهنا في اس وهنا في زائد، يبقى نحسب مين الاول؟ نحسب الاس الاول، 2 اس 3 يعني معناها تضرب الاتنين في نفسها 3 مرات، 2 في 2 ب 4، 4 نضربها في 2 يديني 8، سامعك اللي قلت 6 يبقى ده كله ب 8. نرجع تاني، 8 زائد 2 وهنا عامل لي 4 وهنا على ال 8، طب ده مفيش حاجة ما بينهم، يبقى نحسب ايه؟ علامة الفي في النص. طالما مفيش علامة تعرف ان هما مضروبين في بعض. نرجع تاني، 8 زائد 2 في 4، نحسب الضرب الاول، 2 في 4 ده كله بايه؟ ب 8. نكتب المسألة كده على ضف شوية، 8 زائد دي كلها ب 8 على 8، عندي زائد وعندي على، يبقى نحسب مين؟ نحسب العلى الاول، 8 على 8 فيها الواحد، اي رقم على نفسه في الواحد، 8 زائد 1 هيساوي 9